السلام عليكم. هاد الايام كسروا بزاف السرقه ديال القنوات، راه ماشي سهله تطلع انت هي قناه بتماره وتضرب عليها تماره وفي التالي تمشي لك يديها لك بهذا شي واحد. من الاهم من الاساسيات هي تحمي القناه ديالك، خصك ضروري تحمي القناه ديالك. عندك واحد البروجي كترزق منه الله كتخلص منه، خصك تحميه. ومن الحوايج الاساسيه اللي خصك تحمي بهم القناه ديالك، تصنت معايا الفيديو باش غادي تفهم. انت اللي سكرت لي اليوتيوب، اللي معاك الباسورد، اللي امنت عليك تنزل لي فيديوهات على صفحتي. راح بقول لك بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اول حاجه باش فتحتي القناه ديالك، وكي كدير تدخل القناه ديالك، كتدخل القناه ديالك بالجيميل ديالك. اذا الجيميل ديال القناه اخويا خليه غير القناه، ما تكونتاكتي به حتى شي واحد، ما تفتح به تطبيق لا فيسبوك لا حتى شي حاجه، خليه القناه فقط وكتعرفو غير انت، ما تعطيه حتى شي واحد. عمرك ما تعطيه حتى شي واحد، لا يصوب لك حتى شي حاجه، ما توخى اي واحد ما تعطيهلوش. وباش تكونتاكتي بنادم، كنشوف انا الجيميل باش فاتح القناه كيكونتاكتي به بنادم، اسهل حاجه باش يقدر يدخل عندك شي واحد يدي لك القناه راه هي الجيميل. راه كان عنده الجيميل ديالك، راه يقدر كيصيفط لك ميساج في الجيميل ديالك بروفيسيونيل على حساب اليوتيوب ولا شي حاجه، كتصدق انت مكليكي صافي. كي اسهل حاجه هي يصيفط لك ميساج في الجيميل ديالك، كتقرا طق طق انت كيصحابك اليوتيوب ولا كيصحابك فيسبوك ولا كيصحابك شي ابليكاسيون، اسهل حاجه هي الميساج. خوتي الجيميل ديال القناه ديالك ما تعطيه حتى شي واحد، وما تكونتاكتي به حتى شي واحد، وما تفتح به حتى شي تطبيق. خليه القناه اتكري كونت في الجيميل واتخا تكونتاكتي به بنادم، فتح به اللي بغيتي، تخليه بيزنس فهمتيني بوحدو. اما ديال القناه ما تعطيه حتى شي واحد. كاينين راه بزاف ديال الناس كيكونتاكتيو الناس بالايميل اللي فاتح به القناه، وهي راه اسهل حاجه اخوتي. هذه راه من الاساسيات باش تحمي القناه ديالك اخويا، راه ماشي تجي تضرب تماره في التالي تنط كاتب كيوت. راه شفورا موجودين في هاد الدومين هذا، مختصين غير بسرقه القنوات. الناس راه طغاو بزاف، ومن الحاجه اللي تقدر تحمي بها ما توري ما يقدرش يعرف الجيميل ديالك. الا عرف الجيميل ديالك غتولي فريسة سهلة. ثاني حاجة اخويا خصك تحمي الجيميل ديالك. الجيميل ديالك كي غادي دير تحمي، خصك تاكتيفي وضع ديال الامان. اي اباراي دخلات داك الجيميل راه ما غيتقبلش، خصك ضروري تفاليدي له من الجيميل ديالك. الا ما فاليديتيلوش راه ما يمكنلوش يدخل. وثاني حاجة هي النمرة اللي كتكون دايرها في الجيميل، باش الا تلف لك الكود كيصيفطوها لك في النمرة. هذيك النمرة يا خويا ما تدورهاش في السمارت فون، ديما شري تليفون داك نوكيا بيل، مهم شي حاجة اللي ما فيهاش 3G. ولا كاينين واحد التليفونات اللي كانوا خرجوا تيديروا ب 500 درهم كيشدوا الشارج، ها هو تما كشارجي، ها هو تما زرع فيه داك النمرة باش تحمي القناة ديالك اخويا. ما تدورش، اسهل حاجة اللي كان في السمارت فون راه غيديولك اي اسهل طريقه. الا كان في سمارت فون النمره راه غاديك الميساج راه غيجبدو يجبدو فهمتيني. كاينين طرق وكاينين لي هاكر، وكاينين لي هاكر ما اكثريه ما كي كتجيهم ساهل هادشي ديال القنوات في البلاصه طق طق يديلك القناه ديالك. راه ما كاينش، المهم انت الا درتي هادشي راه عمرو ما يقدر يوصل لك حتى شي واحد. وكنتمنى اي واحد عنده القناه، اي واحد عنده قناه يكون داير، راه ماشي ضروري يكون داير، راه ماشي واحد الحاجه كضرب عليها تماره باش ترزق بها الله وتالي ديالك شي واحد، راه ما يمكن. ثالث حاجه اخويا الجيميل ديالك ما تكون تاكتيه مع حتى شي اباري ديال شي واحد. ما كاينش ارى نفتح ارى نفتح ولا شي حاجه، راه ما كايناش هذه، راه ما كاينش ارى نفتح. راه اسهل حاجه راه هي باش يشوف لك مود باس تفتح عنده، راه غيبقى قريب يبقى الجيميل ديالو عندك. وديما طلع على الجيميل، شوف لي زاباراي اللي مكونيكتين فيه الجيميل باش ديما كتاكد. كل تقريبا كل اسبوع طل شوف شكون اللي مكونيكتي لي زاباراي اللي مكونيكتين في الجيميل ديالك. هادشي علاش ما عمرك ما تفتح عند شي واحد، هادي ما عمرك ما تفتح عنده. اي واحد فتحتي عنده راه يعرف لك
المود باس ديالك، والمود باس ديما ديرو بالرموز وديرو معقد، ما ديرش داك اسماء وأعمال، داكشي راه ساهل، ديما دير الرموز بحال هكا. المهم نتمنى تكون استفدتي من هذا الفيديو، وسمحوا لنا على صداع الدراري كيلعبوا حدانا هنايا، راك عارف ما كنبغيش نسبك على الدراري، كنخليهم يلعبوا عادي، ولكن غير يلعب بنادم بشويه وصافي. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتسناو فيديو اخر.